السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه وصفانات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض حرشه بالخوخ والبرتقال. كتجي صراحه رائعه جدا، نتمنى انكم تجربوها. حرشه بريستيج، الا حبيتوا الحرشه تجي كما هكا تجي عاليه كما شفتوا معايا هنايا، فغادي تعملوا قالب اولا مول صغير. اما الا حبيتوا الحرشه تكون رقيقه فغتعملوا مول من حجم كبير، وكيبقى لكم الاختيار. وكما شفتوا كيفاش كتجي معنا، نقرب لكم هنايا. فهذه حرشه ماشي كيكه، حرشه. نتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بارائكم، تعليقاتكم وانتقاداتكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فاشتركوا واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير ونتمنى تتابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو اولا قبصه من الملح، كاس من الجزر المبشور، نصف كاس من عصير البرتقال، كاس غير ممتلئ من الزيت، زيت المائده اولا زيت القليل، كاس من السكر، كاس من الحليب، حبتين من الخوخ من حجم متوسط، بيضه واحده، كيسين من خميره الحلويات البيكنج باودر. كل كيس كيوزن 8 غرام، يعني غنحتاجو 16 غرام. كيسين من السكر بنكهة الفانيلا، كل كيس يزن 7 غرامات ونصف، ونصف كيلوغرام من سميد ناعم جدا، سميد خاص بالبسبوسة أو لا سميدة رقيقة اللي كنستعملوها في الحرشة. هذو هما المكونات. غادي ندوزو على بركة الله لمراحل التحضير. أولا في إناء كنوضعو قبصة من الملح، بيضة، غادي نضيفو السكر والسكر بنكهة الفانيلا. بالنسبة للكأس اللي خلينا به القياسات فهو قياس 150 ملي أو لا كأس شاي من حجم متوسط. غادي نضيفو سكر فانيلا. بسم الله. غادي نخلطو البيض مع السكر جيدا حتى كيدير لنا الرغوة. ممكن تخدمو بالخلاط الكهربائي. من بعد غادي نضيف الزيت. بسم الله. في كل مرحلة نوضعو مكون من المكونات، كنحركو. من بعد كنضيفو الحليب، نضيفو نصف كأس عصير البرتقال، الجزر كما شتو كأس من الجزر اللي كنحكوه في الحكاكة الرقيقة جدا باش هكا ما كيجيناش ظاهر في هاد الحرشة ديالنا. كنخلطوه مع العناصر الأخرى. الآن بعد ما خلطنا هاد العناصر كنرجعو الخوخ ديالنا، سواء كطحنوه في الطحانه الكهربائيه مع القشره ديالو اذا كنتو كتحبوا القشره ديالو. انا غادي نطحنهم هنايا، غادي نحكو فقط في الحكاكه اليدويه. يستحسن الا غتستعملوا الخلاط الكهربائي طحنوه مع داك العصير البرتقال، غادي يكون افضل. طبعا كيبقى لكم الاختيار. مهم غادي نزولوا القشره ديال حبتان من الخوخ. من بعد كناخذوا الحكاكه اليدويه اولا الخلاط الكهربائي. إذا كان الخوخ من حجم كبير فاستعملوا فقط خوخة واحدة، هذه الثانية، هذا حجم ديالو متوسط. من بعد ما حكينا الخوخ غادي نحركو هكا، فما غاديش نستعملوا مرة أخرى داك الخلاط اليدوي، فقط بالملعقة باش كنتفاداو أن داك الجزر المحكوك ما يلتصقش لينا مع هذا الخليط. المهم غادي نحركو هاد العناصر حتى كتنسجم مع بعض. غادي نخليو الخليط جانبا. كنجيبو القالب ديالنا، قالب ديال الفرن. ممكن تستعملو القالب العادي، انا غنستعمل هذا اللي كيتفتح، كيبقى لكم الاختيار. اللي غادي ندهنو جيدا بالزبده، ضروري تدهنوه جيدا باش تفاداو انه ما يلتصقش لكم اثناء الطهي. بسم الله. من الاسفل ومن الجوانب. من بعد ما دهناه كنرشوه هكا بالسميده اللي غادي نستعملو في نفس الوصفة. أنا هنايا القالب اللي استعملت فهو بقياس 20 سنتيمتر، إذا استعملتو قالب أكبر فكيبقى لكم الإختيار. إذا الآن كنرجعو الخليط ديالنا اللي غادي نضيفو ليه الخميرة، كيسين من خميرة الحلويات بيكنج باودر، كنحركو، كنضيفو السميدة. بغيتكم تجربوها كتجي زوينه لذيذه فغير جربوها. كنحاولوا الا بان لكم التكتلات ديال الخميره من الاعلى فحاولوا انكم
تضغطوا عليها هكا باش كتنسجم. غادي نضيفوا كل كميه هاد السميده والسميد. فحتى نضفتوا كل كميه وبان لكم ان الخليط سائل فما تخافوش، فغادي تشرب، غادي تخليوها واحد الخمس دقائق هكاك، غادي ترجعوا تلقاوها تشربات لان السميد كيشرب لينا السوائل كما كتعرفوا. كما شفتوا كيفاش كيكون القوام ديال الخليط هكا، ها هو استمروا في التحريك. من بعد كنجيبوا القالب ديالنا اللي حضرنا كنوضعوا فيه هاد الخليط. قبل ما توضعوه حركوه هكا بسم الله. من بعد كنصبوه. الان كنقادوا السطح ديالها، من بعد كندخلوها الفرن على درجه حراره متوسطه بحال الكيك العادي اولا بحال الحرشه العاديه. غادي ندخلها انا على درجه حراره 170 اولا اذا استعملتوا فرن غازي غتستعملوا درجه حراره متوسطه. النار في الاول غادي تكون من الاسفل، من بعد ما كتحمر كنوضعوا النار من الاعلى باش تحمر كذلك من الفوق. و الا حبيتوا تستعملوا مقلاه ثقيله اولا تستعملوا قالب اللي كيكون كبير الحجم باش تجيكم ديك الحرشه رقيقه، كيبقى لكم الاختيار. انا حبيتها انها تكون في هذا القالب وتكون تجينا عاليه تجي مرتفعه، وكل واحد كيختار اللي كيناسبه. على بركة الله كما شفتوا معايا هنايا بعد ما خرجنا الحرشة من الفرن، عندنا هنايا بالنسبة للكريمة اللي غادي نوضع في الأعلى كتبقى اختيارية. غادي نعمل هنايا نصف لتر من عصير برتقال أو ربع لتر حسب اللي حبيتو. على بركة الله أنا هنايا عملت ربع لتر، غادي نضيف ليه ملعقة ونصف من السكر أو ملعقتان، لأن كل ما كان الليمون أو البرتقال حامض غادي نضيفو السكر، والسكر كيبقى حسب الرغبة. غادي نضيف ليه ملعقه ونصف من لا كريم باتيسير. ملعقه دائما تكون ممتلئه جيدا. غادي نحركوه وغنوضعو فوق النار مع التحريك المستمر بدون توقف حتى كتولي عندنا كريمه متماسكه. على بركه الله بعد ما كتعقد لينا الكريمه كتولي بهذا الشكل، حتى كتلاحظوا كيبداو يخرجوا واحد الفقاعات كتعرفوها انها جاهزه وهي ساخنه. غادي نوضعوها من الاعلى، الا خليتوها بردات غادي تجمد لكم وسط هاد الاناء، فضروري توضعوها وهي سخونه. نحاولوا نقادوا السطح ديالها، غادي تهبط لينا من الجوانب. من بعد غادي ندخلوها للثلاجه وغادي نخليوها حتى كتماسك، ما كتاخذش منها وقت طويل، ونرجعوا ان شاء الله نشوفوا النتيجه النهائيه. بعد ما تماسكت لينا الكريمه اللي عملنا فوق الحرشه، غادي ناخذ الان واحد السكين رقيق غادي نحاولوا نمروا هكا على الجوانب. الان على بركه الله غادي نفتحوا القالب، من بعد غادي ناخذوا صحن. اذا هنايا التزيين كيبقى اختياري حسب الرغبه. غادي ناخذ كوب وغادي نوضعوه، التزيين كيبقى حسب الرغبه هكا. غنوضع خطوط. الان بالنسبه للتزيين غادي ناخذ معكم اللقطات اللي غادي نعمل هنايا ورده باش تعرفوا الطريقه. صراحه هاد الطريقه سبقت لي درجتها معكم في واحد الفيديو. اذا غادي ناخذ الخوخ كنقطعوه هكا على النصف ديالو، كناخذوها بهذا الشكل يعني ماشي على شكل عرضي، غادي نبداو نقطعوها على شكل هكا على شكل طول يعني هكا شرائح اللي كتكون رقيقه. اذا على هذا الشكل كنجيو كنبعدوا بين هاد الشرائح هكا. اذا كما شفتوا معايا ها هي الورده، فخديت جزء بالخوخ اللي كيكون احمر وجزء ابيض وبقيت كنخالف كنعمل وحده بالاحمر وحده عاديه. غادي ناخذ الان هذا النعناع كيبقى اختياري، هذا كيبقى غير تزيين. غادي نزين هكا. اذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا، ها هي كيفاش كتجي من الداخل. نتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تنال اعجابكم. نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.